حاجة تانية برضه عايزين نتكلم في الـ في الحاج في حاجة في الحاجات المسببة للكانسر، الراديشن. ماشي. طبعا الطاقة المشعة دي او الراديانت انرجي ممكن بتكسر الايه الدي ان اس ستراند نفسه، وممكن يحصل ايه خلل في الجينات، وممكن يؤدي لحدوث الايه الكانسر. الحاجات انواع الراديشن اللي ممكن تعمل الكلام ده، في حاجة اسمها الترا فايولت ريز، دي موجودة طبعا في أشعة الشمس. ماشي. دي ممكن تؤدي لايه تعرض الطويل لفترة طويلة، تعرض فترة طويلة لأشعة الشمس ممكن يعمل سكين ايه سكين كانسر. يعني الفترة الخطر في التعرض للشمس من فترة من الساعة 10 للساعة 4 دي، لما عايز في عايز مثلا عايز طبعا الشمس مهمة جدا لجسمنا، فعايز تعرض للشمس قبل الساعة 10 أو بعد الساعة 4 العصر. حاجة تانية اسمها ايونايزنج راديشن، اللي هي المادة الإشعاع بقى بيستخدم في ايه ده، زي مثلا الراديو ثيرابي في العلاج بتاع الأورام. يعني الأورام في حاجة اسمها كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي اللي هو العلاج الإشعاعي يعني. ماشي. الراديو ثيرابي نفسه ممكن يؤدي برضو نوع منين من الكانسر نفسه، طبعا تعرض لجرعات عاليه جدا منين من الاشعاع. الراديو دايجنوزيس اللي هي مثلا نسبه اقيس الاشعه والكلام ده كله، طبعا الكلام ده كان زمان طبعا ما كانش في عزل كويس، دلوقتي خلاص الكلام ده كله محكم تماما. في اجهزه، في حاجات كده خاصه بالعزل زي الرصاص والكلام ده كله، بيمنع طبعا حاجات زي كده خالص. بس يعني برضو الناس اللي بتتعرض لجرعات مستمره او للإشعاع ده ممكن يؤدي الكانسر، زي طبعا ممنوع الحوامل والكلام ده كله، ممكن يتعرض لحاجات زي كده. حاجة تانية في الراديو ايزوتوبس، دي بتستخدم في الواجهات اللي هي المضيئة زي مثلا الساعات والكلام ده كله، دي الناس اللي بيشتغلوا في الصناعات دي بتاع الراديوم والكلام ده كله، ممكن يجي لهم برضو نوع منين من البون كانسر، زي حاجة اسمها اوستيو ساركوما. في حاجة تانية برضو اللي هي المعادن اللي هي اسمها راديو اكتيف مينرالز، المعادن المشعة والطاقات والحاجات دي كلها زي اليورانيوم والكلام ده كله، برضو التعرض للحاجات دي ممكن يجي لهم حاجة اسمها زي لان كانسر كده. برضو الانفجارات الذرية طبعا زي المفاعلات النووية والحاجات دي كلها زي هيروشيما، ومؤخرا في 2011 اللي هي المفاعل بتاع فوكوشيما، برضو ده برضو التسرب الإشعاعي اللي ناتج عن الانفجارات والحاجات دي كلها ممكن يؤدي لإيه لأنواع من الكانسر زي اللوكيميا سرطان الدم. ده بالنسبة للإيه للمواد المشعة اللي ممكن تعمل إيه أو تؤدي، إزاي الإشعاع أو إيه أنواع الإشعاع اللي ممكن يؤدي للكانسر، اللي هي الأشعة الفوق البنفسجية، الأيونايزنج راديشن، وقلنا الأيونايزنج راديشن ده كذا نوع، ممكن العلاج الإشعاعي أو راديو ثيرابي، راديو دايجنوزيس الأشعة العادية يعني، ممكن حاجه زي مثلا الراديو ايزوتوبس الاوجه المضيئه للساعات، مش الصناعات بتاعتها، المعادن المشعه او الانفجارات النوويه. ممكن تؤدي لحدوث الايه الكانسر هرمونات. الهرمون زي ايه مثلا؟ يعني في هرمونات بتعمل اندكشن للكانسر، وفي هرمونات بتعمل بروموشن للايه الكانسر، او بتزود نمو الايه، يعني الكانسر اوريدي حصل خلاص والهرمونات بتزود الايه الجروث بتاعه. اندكشن زي الاستروجين مثلا، وحاجه اسمها دايثايل ستيلبسترول. الاستروجين يعني واحدة عندها ورم في الاوفري، الورم ده بيطلع استروجين. ماشي. الاستروجين ممكن يؤدي لبريست كانسر او كانسر اندوميتريوم، يعني هو في ورم في الاوفري بيطلع استروجين. ماشي. والاستروجين ده هيؤدي الى اندوميتريال كانسر او بريست ايه او بريست كانسر كده، عمل انيشيشن للايه للكانسر. في برضه حاجة اسمها دايثايل ستيلبسترول، ده بيستخدم في حالات الاجهاض والكلام ده. النوع ده من الادوية ده بيعمل ده بيأثر على الفيميل نفسه الجنين نفسه، ويجي له كانسر في الفاجينا، يعني ممكن يجي لها كانسر فين في الفاجينا، ده برضه نوع منين من الاندكشن للكانسر. في بقى هرمونات بتعمل بروموشن للكانسر، زي مثلا الاندروجين بيعمل كانسر بروستات، يعني لو في واحد عنده كانسر بروست الاندروجين بيزوده، بريست كانسر الاستروجين والبروجستيرون بيزودوا البريست، يعني خلاص اوريدي الكانسر حصل ده بيزود النمو ايه بتاعه. ماشي. كانسر ثايرويد في حاجه اسمها التي اس اتش، ده بيزود الايه النمو بتاع الكانسر ثايرويد. طبعا دي حاجات بتبقى في العلاجات كويسه جدا، لو انا اديت انتي اندروجين انتي استروجين مش او حاجه بتضاد الاكشن بتاع الهرمونات دي، ده بيؤثر بيقلل نمو الايه نمو الهرم. بس خلي بالكم بروموشن يعني الورم اوريدي حصل وده بيزود الايه النمو بتاعه. انيشيشن يعني ده بيبدا عمليه الايه الخلل نفسه فين في الخلايا ويؤدي لحدوث الايه الورم. ده بالنسبه للهرمونات.